خلينا بقى نشوف تجهيز تاني وحدث تاني بيحصل. احنا كل يوم بنبقى عندنا متابعة للي بيحصل في العالمين والمهرجان العالم عالمين، تجهيزات على مستوى عالمي بيتم العمل عليها دلوقتي، وكمان مفاجآت كتير مستنيينها في عرض الأزياء أو الفاشن شو اللي بيتم تنظيمه خلال الأيام الجاية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة اللي من المقرر أنه يحضروا مصممين دوليين من مختلف دول العالم. معنا دلوقتي على التليفون ياسمين ثروت منظمة الفاشن شو بمهرجان العالمين الجديدة عشان نتعرف منها على كافة التفاصيل والاستعدادات. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير. أولا أنا بشكركم، سعيدة جدا باهتمامكم بالفاشن شو والكلام عنه، هو فعلا حدث كبير ومهم وانا مبسوطه جدا ان انتم مهتمين بيه كده. واحنا سعداء ان انت موجوده معانا عشان توضح لنا الاستعدادات لهذا الحدث العالمي عامله ازاي. احنا بقالنا فتره، بقالنا شهرين دلوقتي بدنا نتواصل مع ديزاينرز كتير جدا من بره مصر، وكله كان يعني زي قد ايه مبسوطين وقد ايه بالنسبه لهم فرصه هايله ان هم يشاركوا في مكان زي العالمين. عندنا اول يوم هيبقى في مايكل سينكو، ديزاينر كبير جدا عالمي، شارك في بلاد كتير جدا في العالم في فاشن شوز، وهيبقى أول يوم العرض مخصص ليه. عندنا 50 موديل من بره مصر ومن جوه مصر. تاني يومين اللي هو يوم 11 و12 هيكون عندنا 60 براند أو ماركة من الوطن العربي، من مصر، من لبنان، من المغرب، من دول عربية كمان كتير هيكونوا معانا، ويكون مفتوح أبوابه لكل الناس إنها تيجي وتحضر وتتفرج. أكيد. طيب إحنا عايزين نقول مدة الفاشن شو هتستمر لمدة قد إيه؟ هتبتدي إمتى وتنتهي إمتى؟ الحفلات هتكون معمولة إزاي؟ في ترتيب للعرض ولا لأ؟ المصممين معمول لهم سكاجول كده أو جدول يقدروا يمشوا عليه؟ أكيد طبعًا. هو كل مدة الحدث لثلاث أيام. أول يوم هو الديزاينر الكبير جدًا مايكل سينكو، دوت بيبقى الفاشن شو بتاعه متخصص ليه هو. احنا بنشتغل عليه بقالنا شهرين معاهم، من ديزاينز، من الموديل، من المكان معمول ازاي، من الانوار، بكل حاجه طبعا التيم كله شغال. بعد كده في حفله، وبعد كده اليومين التانيين هيبقى ال 60 ديزاينر موجودين بطريقه معموله حلوه جدا، وهيكون بيتخيلوا اليوم جدول في الشو او التانك شو بتاع كل ديزاينر، بيتخللوا بانل كمان كتير بتتكلم عن الفاشن وازاي احنا بنشجع صناعه الفاشن في مصر. بس طيب احنا دلوقتي بنعرض على الشاشه مجموعه من الصور لموديلات اللي هتكون موجوده طبعا، وانت اتكلمتي عن العارضين اللي هيكونوا موجودين، اهميه وجود كل هؤلاء العارضين في هذه التجميعه في العالمين. طبعا مهمه جدا. اولا بالنسبه للسياحه في مصر، احنا ناس كتير جدا عايزه تيجي مخصوص عشان تتفرج وتبقى موجوده في هذا الحدث. تاني حاجه، الناس بتبين قد ايه مصر دلوقتي مهتميه بكل السكتورز، فالناس كتير بتبقى انترستد في الاستثمارات طبعا في مصر، فانا بالنسبه لي الموضوع ده مهم جدا. انا ناس بتكلمنا من بلاد كتير جدا، من السعوديه، من دبي، عايزين يحضروا يوميها. اكيد. فكره الفاشن شو واستغلال تسليط الضوء عليه عالميا، هل تواصلتوا مع لوكال براندز او مع ماركات محليه مصريه بجوده محترمه زي ما احنا شايفين؟ واحنا عندنا حاجات كتير من في السوق. 35 او 40 براند مصري، منهم براندات مصريه وصلت عالميه زي اختين، يعني معانا براندات من طبعا مصريين مهتمين جدا بيهم ان هم يكونوا معانا. اكيد. احنا عازمين كمان انفلونسرز، وعازمين كمان ناس تقدر تروج للموضوع ده من خلال السوشيال ميديا. مش بس انفلونسرز، عايزين فنانين. احنا عندنا الفنانه سيرين عبد النور، انجي كيوان، عندنا رامي عياش، عندنا ناس كتير من الوطن العربي هيكونوا معانا يحضروا يروجوا للعالمين وللفاشن شو. ياسمين ثروت منظمة الفاشن شو بمهرجان العالمين الجديدة، مبسوطين جدا بالمجهود اللي انت عاملاه، شكرا جزيلا ليكي.